جد سعيد بحضور اليوم. فبرجاء رجاء بس كنتمنى يكون عدد الجمهور كبر كبر، ولكن كما شفتوا الاحداث الاخيره اثرت شويه على الثقه ديال الجماهير في، ولكن الحمد لله كل شيء غيكون مزيان في المستقبل. شكرا للحضور ديالكم، وانا اليوم معكم اي اغنيه كتبغيوها غنغنيوها. شكرا للصحافه اللي حاضره معنا، شكرا لرجال الامن، شكرا للمنظمين، ميرسي بوكو. هذه 17 سنة وأنا كنغني اللي كتنزل كتحفظ وكتعجب الناس، لأنها دائما كيكون صادقة ومن القلب. فماشي جديد عليا أنني زعما نتصدر طوندونس ولا أغنية تعجب الناس، فأنا دائما كنكون فخور أنني كندافع على اللهجة المغربية، ودائما 90% ديال الريبرتوار ديالي أو أكثر من 90% فهو باللهجة المغربية، وهذا الشيء كيشرفني هو اللي كيخليني دائما كنعتز انني مغربي. شكرت زعما لي راديو اللي كيدوزوا الاغاني ديالي واللي هما تبارك الله كثار، وكاين بعض الراديوهات اللي فوق ما كنصيفط لهم شي اغنيه ما كيدوزوهاش لسبب ماشي على لا كاليتي ولا على شي حاجه يمكن تكون شخصيه. كنقول لهم حتى هما شكرا حيت ما كيدرجوش الاعمال ديالي، ولكن هذا غير زعما غير فوالا كنشكرهم بجوج اللي كيدوز واللي ما كيدوزش. Yeah.
بلا عنوان